السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم مفتاح الحياة. وهنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا، وحلقتنا النهاردة عن الإبداع الفني والمواهب. واللي هيكلمنا عن الموضوع ده أكتر ضيفنا اللي مشرفنا، الأستاذ بسام محمود، المطرب الإسكندراني والممثل المسرحي المعروف والمونولوجيست. نرحب بيه، أهلا بك يا أستاذ بسام. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير. كل سنة والسادة المشاهدين بخير، ورمضان كريم عليك وعلى الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله، كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله. وحضرتك بالصحة والسلامة دايما. الله يخليك يا فندم. في بداية حلقتنا أحب أقول لكل أعزائي المشاهدين كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة رمضان كريم وبمناسبة عيد القيامة وبمناسبة النهاردة عيد العمال. مش عايز أنسى إخواننا الأقباط طبعا، كل سنة وهم طيبين ودايما كنوا طبعا في أحسن حال كلنا كوطن واحد إن شاء الله بإذن الله يعني. وفي بداية حلقتنا كده حابين نسمع حاجة للشهر الكريم. والله هو الشهر الكريم ده تراث طبعا، بس يعني الواحد لو هيفكر في أغاني شتى كتيرة جدا، ولكن لفتت نظري حاجة كان عاملها النجم الجميل أحمد سعد، كانت مسحراتي زي سيد مكاوي كده، كان بيقول فيها مسحراتي جاي بسحر كل يوم، كل يوم صايمين مسحراتي من قراتي على كل باب بنادي يا مسلمين مسحراتي اصبت مع ذاك علي اثبت معادك علي كل يوم مسحراتي صوموا تصحوا واخلصوا طيبين. معلش طبعا بعتذر لو كنت بس مش بأدي بالشكل المطلوب، انا جاي من سفر طبعا وصيام. كل سنه وانتم طيبين بقى ورمضان كريم. كل سنه وانت طيب يا استاذ بسام. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك يعني الجزئيه اللي انت حضرتك قلتها عن شهر رمضان دي جميله جدا، وصوتك جميل جدا. الله يخليك، انا من ذوق حضرتك بس ربنا يخليك. ولكن يعني انا حابه بقى اعرف حضرتك بدات غناء من امتى؟ يعني انا بدات غنى من الصغر، لان طبعا انا كنت متمرس على حفظ القران الكريم والتلاوه، فطبيعي جدا ان اي حد بيبقى بيتطرق لحفظ القران الكريم والتجويد والترتيل دايما وابدا بيكون ملم بالمخارج الالفاظ كويس، بيقدر يطلع الكلام كويس، بيقدر يغني الجمله كويس. فخصوصا يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يقول او الف حديثه زينوا القران باصواتكم، فطبعا الكلام ماخوذ من الجزئيه ديت يعني. فانا من صغري انا بغني بسبب حفظ القران يعني. انت اصلا خريج جامعه الازهر، حاصل على لسانس شريعه وقانون. شريعه وقانون جامعه الازهر قسم قانون. الى ان حضرتك ما مارستش المهنه بتاعتك المحاماه؟ لا. ودخلت في الطرب والتمثيل؟ لا ما دخلتش بالشكل اللي هو المطلوب، لكن انا حابب من زمان طبعا، دي كانت هوايه عندي وكنت بكافح من زمان. انا تقدر تقولي كده يعني ايه، سبع صنايع بالبلدي زي ما بيقولوا يعني، مجموعه حاجات كده، كان يعني مجموعه مواهب كنت بنميها، وكنت بتمنى من ربنا عز وجل ان هي تكون في يوم من الايام تلقى نجاح او تلقى ارتياحيه عند الناس. انا يعني حته ان انا بغني كانت الناس دايما بتشيد بيها، حته ان انا بمثل ده موضوع تاني بقى، مش يعني يطول شرحه عشان اكلمك عنه لانه سنين طويله يعني. تمام. ده حضرتك بقى مجهز لنا ايه بقى بالنسبه ان احنا داخلين على العيد وناقص ايام معدوده؟ في الحقيقه كان يعني كنت عامل اغنيه كده دمها خفيف. انا يعني انا لما بقول لحد ان هي مهرجان بيقولوا لي لا ما تسميهاش مهرجان، هي الاغنيه كلماتي انا ولحني، انا بكتب كل الاغاني اللي انا اعملها،
ولحني و انا اول مره يعني توزيع. اشوف مؤلف وملحن ومغني وممثل، يعني حضرتك مواهب كتيره متعدده. تقدري تقولي كده؟ اه تقدري تقولي كده. يعني ايه، انا لسه بقول لحضرتك لما قلت لك الكلام ده بشكل كوميدي قلت لك سبع صنايع. هو الموضوع بالنسبه لي كان حب المجال، مجال نفسه، اللي انت لسه بتتكلمي في الحلقه عن الابداع الفني، وربنا سبحانه وتعالى جعل فينا مزايا كتير جدا لو كل واحد مننا، بس لو احنا يعني بناخد فرصتنا كويس زي الناس اللي بتاخد فرصتها اكيد كان هيبقى لنا شأن تاني خالص. يعني طب نستأذن الكنترول بقى ينزل لنا الاغنيه بتاعت العيد اللي حضرتك مجهزها لنا. يا ريت يا ريت نسمعها، الاغنيه كلماتي ولحني وتوزيع الرائع الموزع الجميل ميدو مزيكا، ويا رب تعجب الساده المشاهدين ان شاء الله، يا رب تعجبهم باذن الله. بشكرك على ادائك الرائع. ربنا يعزك يا رب. شكرا جزيلا. ولكن بقى ننتقل لاعمالك الفنيه من ناحيه التمثيل. تمام. انا عرفت ان حضرتك ممثل مسرحي، فبمناسبه العيد قلنا بقى انت حضرتك مجهز لنا ايه؟ يعني كلمنا عن المسرحيه اللي حضرتك قدمتها في العيد. يعني احنا بنجهز دلوقتي مع المخرج الرائع جدا اللي انا بوجه له التحيه طبعا من خلال البرنامج بتاع حضرتك، وبقول له كل سنه وحضرتك طيب، الاستاذ مينا عوض. بنعمل مسرحيه اسمها كرسي الحكومه، ومعانا فريق عمل جامد جدا، يعني انا بتشرف ان انا بشتغل معاهم. مسرحيه ان شاء الله هتعرض ربع ايام عيد الفطر باذن الله في مسرح عبد المنعم جابر في اسكندريه،
وان شاء الله هتعرض في نجيب الريحاني ان شاء الله هنا في القاهره بمشيئه رب العالمين باذن رب العالمين في الشهر القادم باذن الله. ان شاء الله تلقى نجاح جماهيري وتكون نقله للاستاذ مينا ولينا كلنا، وهو يستحق ذلك بصراحه يعني. طب هتقول لنا بقى مين اكتر حد كان بيدعمك من ناحيه الطرب او من ناحيه التمثيل، او مين اللي كان بيدعمك عموما وانت لسه طالع في قديما قديم يعني؟ وانت لسه طالع يعني ما فيش حد ما كانش بيدعمني. صحابي كلهم كانوا بيدعموني، اهلي، قرايبي، الناس المقربين ليا، زوجتي، امي، صحابي، اخواتي، كل الناس كانت بتدعمني نفسيا ويعني معنويا، فكله كان بيشجعني وكله كان شايف ان انا ما خدتش فرصتي. ما تنسيش ان الشخص اللي قدام حضرتك دلوقتي هو افراز بعد 20 21 سنه غنى، ما بقاش زي زمان. لو كان خد حقه زمان في فتره من الفترات كان بقى ليه وضع تاني، لكن انا اهملت في نفسي طبعا بالتدخين وبالكلام ده، فاصبحت ما بقتش زي الاول طبعا يعني. طب بالمناسبه دي بقى هتقول لنا اغنيه اثرت فيك جدا او كتبتها لحاجه معينه، تجربه ذاتيه حضرتك عشتها، يعني انت حضرتك مؤلف فاكيد بتعيش الحاجه قبل ما بتغنيها. اكيد طبعا اكيد. مفيش اغنيه من اللي بغني اللي بكتبها ملهاش حدث معايا، مفيش فيلم من الافلام اللي كتبتها ملوش عندي حدث. كل فيلم من الافلام اللي كتبتها هو حدث في حياتي، كل مسلسل كتبته هو حدث لشخصيه انا قابلتها في حياتي. السيناريست عموما هو قصاص جيد، بيعرف يقصقص الحاجات الاحداث اللي حواليه وبيعملها في عمل في توليفه. فانا بمناسبه الغنى اللي حضرتك بتقوليها معنا اغنيه هنا في الكنترول. اعتقد احنا كنا يعني انا قايل لهم على اغنيه اسمها مش طبيعي. الاغنيه دي انا كنت وانا بكتب كلامها كنت في محنه شديده جدا، واثناء المحنه كتبت الكلام بتاعها ولحنته، فلقيته نال استحسان كل اللي سمعها يعني. ف تعالي نسمعها مع بعض ونقولها مع بعض كده، يا رب كده الجمهور تعجبه ان شاء الله باذن الله. اغنيه اسمها ايه؟ مش طبيعي. مش طبيعي. طب يلا بينا. يلا بينا. مش طبيعي اني اخدعك واجرح معايا قلوب بريئة، مش بوعد وعدي وارجع اخبى عيني عن الحقيقة. مش طبيعي اني اخدعك واجرح معايا قلوب بريئة، مش بوعد وعدي وارجع اخبى عيني عن الحقيقه. ياما حبيت وصنت ولا عمري في مره خنت، ياما حبيت وصنت ولا عمري في مره خنت، واديني في لحظه هن ومركبي في بحور غريقه. مش طبيعي ولا زيكم قال لي مات قلبكم، مش طبيعي ولا زيكم قال لي مات قلبكم، بكره تتمنوا ايديا تاني تمسح دمعكم. لسه فاضل عندي كلمة من قلبي بقولها بجد، الإحساس بالحب نعمة ما بتتوهبش لأي حد، الجراح ليها يوم تفوت، صوت الألم له يوم سكوت، لكن القلوب لما تموت صعب يوم يحيي. صعب يوم يحيينا حد.
مش طبعي ولا زيكم اللي مات قلبكم مش طبعي ولا زيكم اللي مات قلبكم بكرة تتمنوا إيديا كانت تمسح دمعكم مش طبعي. الاغنيه ديت مؤثره جدا جدا يعني فقول لنا بقى انت حضرتك كتبتها ليه او كان ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان انا قابلت ناس كتير جدا في حياتي، الرحله بتاعتي كانت صعبه شويه ومؤلمه، فكان في ناس كتير في حياتي جدا انا بقول لهم مش طبيعي ولا زيكم، انا مش شبهكم يعني. انا يعني كانت بتحبطك او كانت لا لا مش مجرد احباط، لا مش مجرد احباط، الموضوع لو كان على مجرد احباط كانت بقت العمليه سهله، لكن كان في ناس بتحاول تهدم وتدمر وكده، مش بتحاول، لا هي عملت كده بالفعل. ده دي بقى في حياتك العاطفيه ولا لا في لا لا العمليه؟ لا مش الموضوع، مش موضوع حياتي العاطفيه بس، لا حياتي العاطفيه، حياتي الاجتماعيه، حياتي الاسريه، قرايب، صحاب، اخوات. الواحد ما شافش الاسى من 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 حد بعينه، لا شاف اسى من ناس كتير جدا. فالاغنيه ده انا كنت بعتبر ان هي على المشاعر يعني، انا اعملها لناس كتير جدا، عايز اقول لهم ان الاحساس بالحب نعمه فعلا، مش اي حد ربنا بيديله الاحساس دوت، مش اي حد ربنا بيديله انه ربنا يبقى ان لسه قلبه يبقى حي. فعشان كده كنت بكتب لهم الكلام ده. تمام. طيب بقى انا من خلال يعني تفاصيل عنك على السوشيال ميديا عرفت ان انت ليك حكايات مع الفنانين. في ايه حكايتك بقى مع الاستاذ محمد فؤاد؟ استاذ محمد فؤاد انا كنت انا كانوا بيقولوا عليا فوقش اسكندريه مش من فراغ يعني، انا هقول لحضرتك بس عشان وقت الحلقه، لكن تقدري تقولي كده محمد فؤاد ده عشقي الاول والاخير، انا بحبه جدا. فمحمد فؤاد كان بالنسبه لي مجنون بيه. انا في الثانويه العامه اتذكر ان انا ما كانش في مكان في اوضتي وانا بذاكر ما فيهوش بوستر لمحمد فؤاد، شرايطي محمد فؤاد، حياتي محمد فؤاد، كراساتي محمد فؤاد، كشاكيلي محمد فؤاد، فكنت مجنون بيه. كنت بروح من المدرسه من وراء اهلي عشان اروح له الاستوديو في القاهره في مدينه نصر، لحد ما يعني اهلي ابتدوا يعرفوا ان انا بسيب الاسكندريه واروح القاهره 200 كيلو وكده عشان اروح لفنان انا بحبه. لا انا ما كنتش مجرد بحبه بس، فانا من كتر ما كنت بحبه اتاثرت بيه شويه فكنت بغني زيه. فانا اتذكر ان انا كنت داخل السينما في يوم يعني يعني استاذ بسام حضرتك حابب تقول لنا ان استاذ محمد فؤاد هو ده فنانك المفضل او مثلك الاعلى كمطرب؟ انا بعشق محمد فؤاد طبعا، لكن ده ما يمنعش ان هو انا بعشق رهيب جدا. انا بعشق ناس كتير جدا، احمد سعد طبعا من الناس اللي بحبهم جدا، مدحت صالح، هاني شاكر، مع حفظ الالقاب عشان الناس دي كلها اساتذه. لكن انا بقول لك محمد فؤاد ده حاله خاصه يعني، محمد فؤاد ده لما كانوا بيعوزوا يسمعوا محمد فؤاد صحابي كانوا بيجيبوني انا اقعد يعني. ممكن انا سريعا كده في 20 ثانيه داخلين سينما والسينما زحمه جدا فمش عارفين نخش ازاي، مش هنلاقي كراسي لو دخلنا في العيد. كان فيلم رحله حب بتاع محمد طيب فؤاد. طيب ممكن بقى مع انه بقى هو مثلك الاعلى والفنان المفضل لديك نقول له حاجه يعني؟ قول سمع لنا حاجه ليه كده حتى محمد. لو كلمتين بسيط كده. خدني الحنين بعد السنين جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا هنا بلقى نفسي وروحي هنا ببقى انا عدت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليين الشوق ولهفة قلبي دايب أجمل صبا وناس طيبة هنا جدع جيران هنا أصحاب زمان هنا حب عدى وفتعالي عشرة خمستاشر سنة. جميل جدا. أنا لاحظت أن نبرة صوتك يعني قريبه منه في الاغنيه دي. ده كان سبب لي مشاكل كتير الموضوع ده، بس الحمد لله يعني ابتديت. بس انت حضرتك اصلا في بدايه حلقتنا انا عرفت ان حضرتك من اللوجيست اصلا، يعني بتقدر عندك القدره لتقليد الاصوات. انا كنت بقلد حتى المدرسين اللي بيدرسوا لي في الدراسه، ما فيش حد ما كنتش بقلده. طيب ممكن تقلد لنا حد بس يكون مشهور بقى؟ والله انا يعني موضوع التقليد ده من الحاجات برضو اللي الواحد بيحبها جدا، فتقدر تقولي كده ما خليتش حد ما قلدتوش، لكن انا مش عايز اقول لك، مش يعني الكاركترز كتير قوي بس مش عارف اقول لك ايه بالظبط. لكن
لو هيسألوا مثلا السيد رئيس السادات الله رحمة الله عليه ايه رأيك في جائحة كورونا او في الموجة الثالثة من كورونا، هيقول لهم ايه؟ في الحقيقة ان جمهورية مصر العربية لم تؤذى مثل الدول الاخرى، فقد حمانا الله بستره العظيم. ولا انت مش واخد بالك يا حاج قرموطي؟ معلش احنا بنتكلم، عايز اقول للاستاذة صفا وجميع العاملين بالقناة كل عام وانتوا بخير، واحنا ما عندناش كورونا يا جماعة. بصوا في الهند شوفوا اعداد الناس اللي بتموت قد ايه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، يعني حاجات من هذا القبيل يعني. جميل جدا. بس انا مش عايز يعني لنظر لخسر الوقت مش هيساعدني ان انا اقول حاجات كتير جدا يعني. تمام. ده بقولنا معانا دلوقتي اخر اغنية هتسمعها لنا، وبعد كده نرجع للحوار تاني. تمام. الأغنية اللي هنقولوها دي اسمها مهزوم، دي كلماتي ولحني، بيقولوا عليها كئيبة، لكن أنا بترك الرأي للناس اللي بتسمعها، يا رب يكونوا يا رب تكون على المستوى يعني. عندي شيء يبكي عليك الضعف يقلي من كاني فلا يبقى حد تاني حتى عاش
علشان يعاني حد قلبه زيه. بسام، عايزه اقول لحضرتك ان الاغنيه مهزوم دي جميله جدا، وحضرتك كل الاعمال اللي احنا شفناها النهارده يا رب تكون الاغاني اللي احنا قدمناها النهارده بس تنال استحسان الناس، وتكون يعني الواحد بيتعب يا جماعه بجد والله. يعني القناه عندي يمكن مش ما فيهاش ناس مشتركين، ما فيش ناس متفاعله. خلاص استاذ بسام احنا وقتنا خلص للاسف. نشكر حضرتك. شكرا جزيلا. وطبعا بشكر كل القائمين على هذا العمل والقائمين على البرنامج. شكرا جزيلا. بشكر الاستاذ احمد نبيل. شكرا لكم، وانتظرونا في الحلقات القادمه، والى اللقاء. حضرتك طيب. شكرا.